أفراد دينا مشرف لاعبة المنتخب الوطني الأول لتنس الطاولة ونجمة النادي الأهلي والمحترفة حاليا بنادي لانجشتاد الألماني منتخبنا الوطني للتحليق عالميا والتواجد ضمن أفضل منتخبات العالم. استطاعت نجمة الأهلي أن تجعل حلم الاحتراف الخارجي واقعا لكل لاعبات مصر وأن تصبح مثلهم الأعلى بالرغم من سنها، حيث أنها من مواليد 10 مارس 1994، أي أنها تبلغ من العمر 26 عام. نجمتنا اليوم مميزة على كافة الأصعدة سواء الرياضية أو التعليمية، هي حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. هي من عائلة تعشق تنس الطاولة، والدها هو الدكتور علاء مشرف رئيس الاتحاد المصري السابق للعبة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية. والدتها هي شيرين الألفي وهي بطلة مصر السابقة في تنس الطاولة، كما أن الجد هو وفيق مشرف أحد مؤسسي اللعبة داخل جدران القلعة الحمراء. عمتها نهال مشرف إحدى بطلات مصر سابقا. أخوها أيضا الأصغر أحمد يمشي على خطوات دينا حتى يكون أحد أبطال مصر في الفترة المقبلة. قدمت مشرف أداء مميزا خلال الأعوام الماضية، كان من أبرز نتائجها الدولية التتويج بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت صيف 2018 بمدينة تاراجونا الإسبانية، إضافة إلى حصدها لقب بطولة كأس إفريقيا للمرة السابعة في تاريخها والتي توجت بها منذ أيام عقب فوزها على بطلة نيجيريا نهاية الشهر المنقضي بتونس. سطرت دينا مشرف اسمها بأحرف من ذهب بعد صعودها لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بتحقيقها للعلامة الكاملة بعد التأهل في كافة المسابقات سواء الفردية أو الزوج المختلط أو الفرق. تعد مشاركة دينا في الأولمبياد المقبلة هي الثالثة لها في تاريخها بعدما شاركت في أولمبياد لندن عام 2012 وريو دي جانيرو 2016، بل إن دينا نجحت في أولمبياد لندن في العبور للدور الثاني. نجمة الأهلي المنطلقة بسرعة صاروخ تحتكر البطولات العربية والإفريقية بل والمتوسطية، تنافس بقوة في كافة البطولات الدولية، مما يؤكد أننا سنشاهد مستوى مميز لدينا في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة. تحتل دينا مشرف حاليا المركز 32 عالميا في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات برصيد 6580 نقطة. دينا مشرف ينتظرها الكثير والكثير لتحقيقه خلال الفترة المقبلة في ظل الإمكانات والقدرات التي تمتلكها، كما أن أحلامها لا تنتهي، لا تكتفي بسقف الطموحات وهو ما يميزها عن بقية لاعبات جيلها. أهلا بكم في فقرتنا الأخيرة والفقرة الحوارية. فقرة النهاردة معانا نجمة وبطلة، ولو قعدنا نقول لا كمان نجمة النجوم، وكمان هي ما شاء الله عليها ترتيبها النهاردة 31 على العالم أحسن ترتيب لبنت في مصر، لا في العرب وأفريقيا، وصلت دخلت يعني فوق 100 في التصنيف في التنس طاولة. أكيد كلنا مبسوطين إن هي تكون معانا النهاردة. معانا ومعاكم كابتن دينا مشرف. كابتن دينا منورانا ومشرفانا، ويعني إنجازات كبيرة جدا على ساحة التنس طاولة. ميرسي جدا لحضرتك، مبسوطة قوي إن أنا معاكم النهاردة. ميرسي. بصي، بداية العالم كله والكورونا وإيقاف النشاط وحاجات كتيرة، كابتن دينا تأثرت ان ما سافرتش المانيا ماتشاتها في الدوري الالماني بسبب فيروس كورونا. بتعملي ايه في حياتك؟ شايفه الموضوع رايح وجاي منين؟ ورايك ايه في الفيروس كورونا في اليومين دول؟ دي حقيقه، هي طبعا الحياه وقفت شويه بسبب الفيروس، بس انا يعني حاليا مركزه اكتر على الفتنس، بعمل فتنس يوميا يعني من ساعه ما النشاط الرياضي وقف في الاهلي حتى في البينج بونج عموما، يعني النشاط وقف للاسف، فمركزه على الفتنس بحيث ان انا ما بقاش برده وقفت، ويعني برضو هحاول ان شاء الله ان انا ابدا الاسبوع الجاي كده على خفيف بينج بونج يعني ان شاء الله. ناويه؟ ان شاء الله. عندك ترابيزه في البيت ولا بتمرني في مكان معين؟ المفروض ان صاله المنتخب لسه فاتحه مفتوحه، هم كانوا سامحين للمنتخبات اللي هي متاهله الاولمبيات ان هم يتمرنوا عشان صبحي فعلا قال كده بالظبط، عشان نكمل في الاعداد بتاعنا عادي، بحيث ان لو الاولمبيات اتلعبت في اي وقت في ميعادها يعني ما يبقاش اللعيبه بطلت الاعداد بتاعها. من وجهه نظر دي الاولمبيات هتلعب ولا لا؟
الشكل الله اعلم والله، يعني فعلا حاجه بالنسبه لي مش معروفه. توماس باخ بيقول رئيس اللجنه الاولمبيه قال في ميعادها، احنا واثقين هي في ميعادها 4 شهور، لسه فتره على ما نقول نقدر ناجل او ما نلغيش. هو الخبر ده حسسني فعلا ان هي هتتلعب في ميعادها، بس هي فكره يعني محدش عارف، لان في بلاد كتير الحالات عماله فيها تزيد، فلازم نتاكد ان الناس كلها بخير الاول كده، وان شاء الله وبعد كده نبقى يعني. لو قلنا دينا مشرف توجه رساله للشعب المصري، الحكومه المصريه عملت اجراءات احترازيه، توجه رساله للشعب المصري، نجمه كبيره زي حضرتك لازم تقول لهم كلمتين، تقول لهم ايه النهارده؟ يعملوا ايه؟ نفسي بس يعني اللي هي التعليمات اللي محطوطه عشان نحافظ على نفسنا، نفسي ان احنا نلتزم بيها قوي يعني، ونحس ان فعلا الموضوع جد. احنا طبعا بنحب يعني، بحس ان احنا مصريين بنحب دي احلى حاجه فينا، يعني احنا بنحب نهزر وكده، بس برضو لازم ناخد الموضوع جد علشان يعني ربنا يعني يساعدنا، وان احنا لا قدر الله ما بقاش في حالات كتير يعني. ان شاء الله باذن الله تعدي. لكن هنخش بقى في صلب الحديث معاك النهارده. دينا مشرف لعبت تنس طاوله عشان خاطر الدكتور علاء مشرف رئيس اتحاد التنس طاوله، رايك ايه؟ لا خالص، هو اصلا انا لما بدات هو بابي ما كانش رئيس الاتحاد، يعني هو كان ساعتها في البينج بونج وكل حاجه، وكان رئيس الجهاز في النادي الاهلي، بس ده مش السبب خالص. انا بدات التنس ارضي زي ما حضرتك عارف طبعا، بعدها بالصدفه بجرب في صاله البينج بونج، حبيت قوي الموضوع اكتر، وقررت ان انا مش عايزه العب تنس ارضي وعايزه اروح للبينج بونج، ومن ساعتها بقى كانت البدايه. لكن هي مش بسبب اي حاجه تانية، ولا ان مامتي او بابايا كانوا بيلعبوا في البينج بونج كده. عيله كابتن دينا مشرف كلها، يعني اذا كانت الخاله او العمه، كلكم بابا ومامي وكل الناس تنس طاوله. العيله اتكونت ازاي تنس طاوله من ايام دكتور وفيق مشرف؟ شايفه الموضوع ازاي؟ في توارث اجيال؟ اكيد، هي اللعبه اصلا لعبه يعني لذيذه، يعني كل الناس بتحبها، حتى اللي مش بيلعبوها هم بيحبوها كهوايه، فبتهيألي ده السبب ان كان كل ما حد في العيله يخش اللعبه ويجربها يحبها، فبالتالي يعني كلنا في الاخر الاجيال كلها لعبت نفس اللعبه في الاخر يعني، بس عشان لعبه حلوه. بتلعبوا بعض في كعيله ولا ما بتلعبوا؟ ما جربتوش الكلام ده مع بعض بصراحه شديد؟ وانا صغيره خالص كنت ساعات بابي كان بيبقى بيساعدني يعني، بيمرني شويه. مش تدريب، جيم يعني. مامي بس تيجي تقول لك تعالى عايز العبك؟ لا للاسف. يسرى، ايا كان، كابتن اشرف، حلمي، كابتن نهال، خالته، ايا كان، هو احنا للاسف ما عندناش وقت للفن، اللي هو الوقت بقى يلا نلعب ماتشات وكده مع بعض. بس لما بتيجي فرصه، لا للاسف خالص يعني، احنا لما بقى بنروح الساحل او يعني او اي مصيف او كده، بيبقى الهدف ان احنا نفصل اصلا عن البينج بونج وما نلعبهاش يعني، فاحنا فعلا ما عندناش وقت ان احنا نلعبها كده يعني. وجودك رقم 31 في العالم خليتي تنس طاوله في مصر وافريقيا يتحط في الثانيه خالص. وصلنا ازاي ل 31؟ الحمد لله. وانا عارف لسه عندك كتير، لسه احنا واحد واثنين وثلاثه في العالم، اتفضلي. ان شاء الله يا رب. والله بتهيألي يعني هو التمرين الكتير، وكمان انا كنت بحاول اشوف بره بيتمرنوا ازاي الاسيويين، وكان دايما عندي طموح ان انا احاول اكسبهم ويعني انافس معاهم عادي جدا. احنا قبل كده كان دايما السيطره بتبقى افريقيه او عربيه بس. موضوع دوليا ده بدا من ان انا اخدت الحمد لله منحه من الاتحاد الدولي وانا عندي 14 سنه، فسافرت بره كتير وشفت بره بيتمرنوا ازاي واخدت خبرات الحمد لله، فده بيتهيألي ساعدني ان انا اقرب من الناس دي، الاحتكاك بيهم ساعدني ان انا يعني اقرب منهم واعرفهم بيتمرنوا ازاي واحاول اعمل زيهم.
مامي او الاسره عندك اختاروا المدير الفني معاكي. دور الاسره في دينا في حياه دينا مشرف؟ لا طبعا هم يعني دورهم كبير جدا 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 يعني الحمد لله. يعني من وانا صغيره مثلا مامي على طول معانا في التمرين، بتوصلنا تتفرج على التمرين مع انها بتشتغل برده، فبتبقى من الصبح في الشغل وبتيجي على طول تحضر معانا تمرين لحد بالليل خالص. يعني طلع عليا في الموضوع، هو دكتور حضرتك عارف، هو دكتور فهو يعني برده بيتعب جدا طول اليوم بقى لحد ما بيرجع بالليل. بس هو معانا برده على طول، مثلا لما بنلعب بطولات انا او اخويا يعني لو قدر ان هو يكون موجود في البطوله بيتفرج علينا، لو لا بيبقى مثلا احنا بنصور الماتشات بنروح بنتفرج عليها، هو بيساعدنا بقى ان احنا نطلع الاخطاء في الماتشات وكده. المدير الفني بيقول لك اخطاء، والدكتور علاء مشرف يقول لك اخطاء، وكابتن شيرين الالف تقول لك اخطاء، بتمشي مع مين في الاخر؟ يعني الموضوع صعب قوي دينا بصراحه. لا يعني كلهم بصراحه كلهم. يعني كلهم اكيد، كل حد يعني بيبقى عنده حاجه يعني مفيده، يعني كده كده بستفيد من كله حتى لو وجهات نظر مختلفه، بس كل حد بستفيد منه بحاجه معينه يعني، وكلهم عندهم خبرات كبيره جدا، فيعني محظوظه ان انا اكون في وسطهم. واحنا على الهواء النهارده وانت واحده تيجي على العالم تقولي لاسرتك كلها احمد كابتن شيرين دكتور علاء مشرف. بقول لهم يعني بجد ان انا من غيرهم يعني فعلا ما كنتش اعرف اعمل اي حاجه بجد. يعني هم بيساعدوني في كل حاجه، معايا في كل حاجه، مامتي وبابايا واخويا يعني الحمد لله ربنا يخليهم لي، وبشكرهم طبعا جدا يعني. جوه البيت الحديث بيدور في التنس طاوله، عايزك تحكي لي حديث كده يحصل في البيت عنك. دكتور علاء قاعد وكابتن شيرين قاعده والكابتن احمد قاعد وبتكلموا في التنس طاوله، وانت مثلا كنت جاي متضايقه فقفشتي مشيتي ضحكتي قلت لهم لا انا مش هتكلم، بيحصل ايه؟ كواليس يعني لازم. حاجات كتير طبعا بتحصل، يعني مثلا لو راجعه من التمرين مثلا حاجه معينه مثلا مش مقتنعه بيها، او مثلا مش ماشيه معايا، فبناقشهم فيها بسالهم طب انا المفروض اعمل دي ولا اعمل ايه. فدي ميزه برضو ان هم يعني ايه عشان بيلعبوا اللعبه، فالنقاش مفتوح ان انا بقى اكلمهم في تفاصيل جوه اللعبه، وهم بصراحه يعني كتير بنقعد نتناقش، ممكن انا يبقى ليا راي مختلف بس في الاخر يعني الحمد لله بنوصل لحل يعني. دينا مشرف اكيد عندك محطات ايجابيه في حياتك ومحطات سلبيه، نتكلم على السلبي ولا نتكلم على الايجابي الاول؟ ما عنديش مشكله يعني الاثنين حلوين على فكره. اهم محطه في حياتك اصل السلبيه اكيد بتقلب معاكي الايجابيه بعد كده، بنتعلم منها. بتعلمي منها. اصعب موقف عدى على دينا مشرف او اصعب سلبيه في حياه دينا مشرف في الرياضه كانت فين؟ هي يعني حضرتك قصدك سلبيه ولا مثلا موقف صعب؟ صعب جوه التنس طاوله. هو يعني حاليا اكتر حاجه انا حاسه بيها السفر الكتير، يعني حسيت بيها كمان لما رجعت من الفتره اللي هي اللي احنا دلوقتي قاعدينها في مصر دي، قاعده في البيت بريك، هو برده جت بفايده عايزه اقول لحضرتك ان احنا قاعدين فعلا قاعده في البيت، ف يعني بخرج قليل جدا. فاخدت بريك، حسيت قد ايه انا كنت مضغوطه الفتره اللي فاتت بسفر كتير جدا، خصوصا بعد المانيا يعني بسافر كتير عشان العب ماتشات هناك. فالسفر الكتير طول الوقت ده بيبقى صعب ومرهق جدا جدا جدا. فيمكن دي حاجه فعلا سلبيه موجوده. ده السلبي. الايجابي بالنسبه لك او الحاجه الرياضي يكون مثقف ولا غير مثقف؟ هو المفروض اي حد يكون مثقف طبعا لازم. دي انا مشرف خريجه إدارة أعمال جامعة أمريكية، مظبوط؟ فارق معاكي في الرياضة في العلم، يعني العلم مع الرياضة، فارق معاكي في حياتك الطبيعية؟ هو الرياضية بمعنى صح؟ هو أكيد اتعلمت في الجامعة حاجات كتير، يعني حتى غير الحاجة اللي أنا كنت بدرسها نفسها اللي هو البيزنس يعني. المرحلة بتاعت الجامعة أكيد علمتني حاجات كتير في حياتي يعني، وأكيد تفرق معايا وتعلمت منها بحيث إن هي تفيدني في الحياة الرياضية، لكن دلوقتي أنا بالناحيه العلميه يعني مش بعمل حاجه قوي بالبزنس تفيدني في الرياضه، بس يعني يا رب ان شاء الله يعني في المستقبل اعرف استفيد من اللي انا درسته واعمل بيه حاجه ان شاء الله بعد ما اخلص الكارير بتاعي في بينج بونج. اصحابك في الجامعه الامريكيه كانوا بيقولوا لك ايه في الوقت اللي بتلعبي فيه؟ احنا مش بنشوفك خالص في الجامعه. انت اكتر حاجه بتتقال انت فين، ما حدش بيشوفني خالص. يعني هو على كلاس كده وخلاص، ما فيش اي حاجه خالص في هذا الموضوع خالص، ما كانش عندي وقت. شايف اهتمام الاعلام المصري بدينا مشرف هو الاعلام او شايفاه من وجهه نظرك يعني هو ده الاهتمام ببطله كبيره زي دينا مشرف، ولا شايفه بصراحه شديده اوكي ان في قصور؟ احنا قناه الاهلي انت عارفه ما عندناش مشكله، انت بنتنا. لكن شايفه اهتمام الاعلام المصري في وجود دينا مشرف في الاولمبياد؟
لا هو مؤخرا بصراحه فعلا يعني الحمد لله في اهتمام كبير جدا بالالعاب الفرديه عموما وابطال الالعاب الفرديه خصوصا يعني التاهيل للاولمبياد وكده، حاسه يعني في اهتمام كبير جدا اعلاميا و يعني بدات احس الموضوع بدا يتغير شويه عن فتره فاتت. بس يعني برضو بتهيالي ما زلنا لسه احنا يعني بتهيالي المصريين دايما بيبقوا مهتمين اكتر بكرة القدم وبيحبوا جدا يعرفوا الاخبار بقى بالتفصيل عن كل حد بيلعب كرة قدم، فدايما يعني برضو لسه ما زلت بحس ان كرة القدم هي اللي واخده الاهتمام الاكبر. انت ماشيه في الشارع بتصوروا معاكي؟ لا خالص، لا لا لسه، لا مصر والعالم اكيد بيتصوروا معاكي كلهم. لا يعني لسه ما وصلناش المرحله. لا لسه لسه. وجودك على السوشيال ميديا شيء مهم ولا دينا مشرف ملهاش في السوشيال ميديا؟ انا بحب السوشيال ميديا ان هي يعني حاجه مسليه وانترتيننج يعني وكده، بس مؤخرا يعني انا مش بفضل ان انا اكون يعني اكتف قوي ان انا انزل صور كتير وكده، ويعني مش ليه؟ بفضل ده ليه؟ يعني بحس ان اوكي لو حاجه ليها علاقه بالرياضه او بالحاجه اللي انا بعملها او ان انا هشجع حد انه يعمل حاجه معينه مثلا اوكي، لكن ان انا مثلا حياتي كلها انا بعمل ايه كل يوم من الصبح لحد بالليل مش المفروض ان هي تكون مفتوحه للناس كلها يعني. بالظبط. انا بكلمك على المجال الرياضي، معايا انا في لعيبه كتيره في الالعاب كلها دايما ماشيين على السوشيال ميديا، صوره النهارده في التدريب، صوره بعد التدريب. دينا مشرف مع ده ولا مش مع ده؟ برضو دي برضو نقطة تانية، يعني أنا مش بفضل كده قوي، يعني بفضل لو في حاجة تستاهل يعني حدث فعلا مثلا بطولة الحمد لله مثلا كسبتها، مرة مثلا بوري التمرين اللياقة بتاعي بعمل ايه، ساعات ممكن أنزل برضو حاجة بنوت مثلا حلوة لعبتها في ماتش أو كده أو في التمرين حتى، لكن اللي هو على طول باستمرار أنا يعني مش بفضل كده قوي، مش عارف. بيقول السوشيال ميديا بتشهر الناس، مع انك انت نجمه كبيره جدا مش متواجده في ناس كتيره قالوا لي يعرفوكي بصراحه شديده. انا قلت لهم معاك كابتن دينا مشرف، فالناس بدات تكلمني فانا بسال اسئله اللي هم سالوها لي، هم شايفينك دلوقتي مش متواجده دينا مشرف بسبب عدم تواجدها على السوشيال ميديا فهي مش مشهوره قوي، يفرق معاكي ده ولا انت التارجت بتاعك حاجه مهمه في الرياضه؟ لا بصراحه يعني هو ما يفرقش معايا قوي خالص، يعني خالص. موضوع الشهره لا مش ما يفرقش معايا خالص، انا اهم حاجه النتائج اللي انا بعملها دي يعني تبقى عشاني انا وعشان عيلتي وكده ان احنا نفرح بيها احنا يعني. مش ذهبيه البحر المتوسط كان نقطه مهمه جدا في حياتي لمشرف، الكلام ده صح؟ طبعا الحمد لله، ده احلى يعني انجاز انا عملته واكتر ميداليه بفرح بيها يعني في الكارير بتاعي الحمد لله ذهبيه البحر المتوسط. لان احنا زي ما بقول حضرتك احنا كنا دايما بنكسب افريقيا وعربيا وبعد كده بيبقى في مشاكل يعني سواء بطوله البحر المتوسط او طبعا بقى بطولات العالم وكده لسه يعني ما حدش عارف يحقق حاجه. هتحققي احنا واثقين فيك تمام، هتحققي باذن الله وراك ان شاء الله. فان انا اكسب، انا كنت يعني الهدف بتاعي في اسبانيا ان انا احقق ميداليه بس، يعني اكون حققت ميداليه. كنت رايحه بهدف الذهب ولا ميداليه من الثلاثه؟ ميداليه بس، توصلي السيمي فاينل او توصلي الدور النهائي. بالظبط. فلما وصلت فاينل كنت مبسوطه قوي ان انا كده ضمنت ان انا معايا ميداليه ذهب او فضه. هي دي الميداليه بتاعتك على الشاشه؟ هي دي ميداليه البحر المتوسط. تمام. فلما بقى اخذت الذهب الحمد لله يعني كنت مبسوطة جدا لان انا فعلا كنت رايحة بس عشان اكسب ميدالية في الفردي وطبعا كان عندنا ايفنت فرق، بس قصدي يعني كفردي انا كان نفسي اكسب ميدالية. فلما جت ذهب كنت مبسوطة جدا جدا. احكي لي الموضوع بالظبط بعد الماتش الفاينل وانت رايحة وبعد الماتش الفاينل، عايزين نقول للناس ايه الكواليس وانت رايحة الماتش الفاينل، وصلتي بتحقق حلم كبير اعتقد اول واحدة في مصر تحقق الحلم ده. دي حقيقة الحمد لله. قولي لي بقى رايحة ازاي الملعب وبعد الماتش لما كسبتي عملتي ايه؟ هي البنت اللي انا لعبتها في الفاينل دي هي اصلا صينيه بس مجنسه لدوله موناكو، لان هم اصلا الصينيين يعني ما ينفعش يلعبوا في بطوله البحر المتوسط، بس هي مجنسه لدوله موناكو. كويس. انا كنت لعبتها امبارح يعني اليوم اللي قبل الفاينل على طول في المجموعه. كويس. وخسرت منها 4-3. خسرتي؟ كنت خسرت منها 4-3. فاخدت تاني مجموعه بس الحمد لله توفقت في القرعه وجالي حد يعني جالي قرعه كويسه لحد ما على الكوارتر فاينل، وبعد كده كسبت وبعد كده كسبت السيمي فاينل. هلعبها بقى تاني ان شاء الله في يعني في الفاينل. فكنت انا لا كنت مبسوطه جدا ان انا يعني معايا ميداليه، فما كنتش في دماغي اللي هو ايه ما كانش فيه ضغط، يمكن ده اللي كسبني الماتش اصلا يعني. ان انا كنت يعني بلعب فري خالص خالص وحسيتها هي كانت قلقانه مش عارفه ايه ضغط خالص يا دينا
خالص، لان انا مبسوطه قوي بالميداليه اللي معايا وخلاص بلعب بقى بستمتع وخلاص. كنا تعبانين كمان، كان الجدول مرهق شويه، فكنت خلاص بقى العب فري وخلاص. وحسيت ان هي كمان كانت قلقانه، ان انا اليوم اللي قبله كان الماتش 4-3 كان كلوز جدا، فكانت عامله حساب للماتش، وكانت شويه يمكن هم كانوا معتمدين عليها ان هي لازم تجيب ذهب تقريبا، فتالي يعني في ضغط الناحيه الثانيه بالظبط. فالحمد لله جت في صالحي يعني وكسبتها، وفرحه كبيره يعني الحمد لله. فرحه في البحر المتوسط، دينا مشرف خسرت ميداليه في حياتها زالت عليها بعد البحر المتوسط. حياتك قصدك ايا كان بقى في حياتك الرياضيه كلها؟ يعني اكيد في لحظتها ببقى زعلت، بس بجد بعد كده بتعلم درس. اديني هقول لحضرتك في مش فاكره كانت سنه كام تقريبا 2016 خسرت فاينل افريقيا من فونكي لعيبه نيجيريا يعني في الفاينل، وكان يعني كان بقالي مش فاكره كام سنه، بس كنت يعني باخد افريقيا بطلة افريقيا كنت بطلة افريقيا، وبعدين خسرت الفاينل ده بشكل حتى مش يعني انا ما كنتش بادي اداء كويس قوي، كنت مضغوطه في امتحانات وكان في كذا سبب، بس قصدي يعني ان في الاخر خرجت كانت خساره، وكنت متضايقه جدا جدا ساعتها. ساعه الماتش عملت ايه بعد الماتش وخسرتي وانت متربعه على عرش افريقيا؟ لما خسرت يعني سبحان الله انا ساعتها كنت هاديه يعني ما عملتش حاجه خالص، يعني كنت متضايقه طبعا من جوه، بس قصدي ما كانش في اي انفعال او اي رياكشن، عادي جدا غسلت وشي وحسيت اللي هو ايه مفيش حاجه يعني افضل كده هاديه. وبس عايزه اقول لحضرتك ان فعلا البطوله دي اللي هي كانت من ضمن الخسارات اللي علمتني دروس كتير جدا، علمتني انا لازم اهتم بكل ماتش هلعبه، اركز جدا، احاول ان يعني انا زي ما بقول لحضرتك كان عندي امتحانات، كنت مضغوطه في امتحانات قبلها، فيمكن ما كنتش قادره ان انا اركز كفايه. لازم الواحد يعرف يفصل ما بين امتحانات او اي حاجه ثانيه هو بيعملها في حياته والماتشات، ويدي كل ماتش اهتمامه 100%. فيعني قصدي اتعلمت منها كتير يعني. عجبني جدا الايجابيه اللي انت فيها دايما، اي حاجه بتقوليها الايجابيه على طول حتى لو كانت سلبيه. طيب دينا مشرف وصلت الاولمبياد طوكيو، اتأهلت في الثلاث سباقات او ثلاث مسابقات، مظبوط كده؟ مظبوط. فردي وزوجي مختلط وفرق. ايوه صح. زوجي سيدات ما تاهلش ولا ما بيلعبوش؟ لا هو اصلا مفيش الايفنت ده مش موجود في الاولمبياد. كويس قوي ان انت قلتي لي عشان ابقى انت متاهله فول تيم الثلاثه. قولي لي اتاهلتي الثلاثه ازاي؟ الفرق والفردي اتاهلناهم عن طريق دوره الالعاب الافريقيه اللي كانت في المغرب السنه اللي فاتت في المغرب. احنا كسبنا ايفنت الفرق، فبالتالي اتاهلنا كفريق مكون من 3 أشخاص، والفريق ده اوتوماتيكلي بيتأهل كمان كفردي، يعني الثلاثة دول 2 منهم بيلعبوا فردي في الأولمبياد، فاحنا كده كنا اتأهلنا فرق وفردي. كويس. الزوجي المختلط لسه متأهلين أنا وزميلي عمر عصر. أيوه. ده كنا في تونس الشهر اللي فات. مظبوط. كان إيفنت لوحده خالص، ميكس دبلز كواليفيكيشن إيفنت الأولمبياد. وكسبناه الحمد لله، هو بياخده واحد بس. فكان عندنا كوارتر فاينل جيبوتي، وبعد كده سيمي فاينل تونس، وفي الفاينل لعبنا نيجيريا كسبناهم الحمد لله ما خسرناش. بتلعبي انت وعمر عصر ازاي؟ يعني بتروحوا على الماتشات على طول ولا بتتمرنوا انتوا الاثنين مع بعض؟ لا احنا بنلعب انا وعمر من واحنا صغيرين جدا، من وانا تحت 12 سنه. انا كنت تحت 12 وكان تحت 15، بنلعب مثبتين يعني. مثبتين الموضوع. في طبعا في فتره بس يعني اكيد لعبت مع كذا دبل ميكس تاني. لو مثلا عمر ما كان يعني سنه ما كانش يسمح كنت بلعب ساعتها مع دبل ميكس تاني. بس احنا ده الدبل الاساسي يعني انا وعمر من وانا تحت 12 سنه، فبقالنا كتير جدا، وطبعا لما بتيجي فرصه نتمرن بنتمرن مع بعض. دي الصوره اللي انتوا اتأهلتوا بعديها صح؟ مظبوط. ايوه صح، هي دي. فطبعا يعني الموضوع ده فارق جدا، احنا بقالنا فتره طويله بنلعب مع بعض، وكل ما بتيجي فرصه ان احنا نتمرن مع بعض دبل ميكس بنبقى مهتمين جدا ان احنا نعمل ده. بس ده شيء مهم جدا. دينا مشرف مع اي نوعيه؟ تلعب رياضة عشان تكسب فلوس ولا تلعب رياضة عشان تحقق ذاتها وتحقق حاجة لبلدها؟ لا الثانية. الثانية. أنا عارف الرد بس لازم أقول، حاطين لي سؤال صعب جدا. قولي لي إيه بقى؟ إيه الفرق بين الاثنين بصراحة؟ أنا بالنسبة لي دي حاجة فعلا أنا بحبها وبعملها عشان أستمتع بيها وأحقق ذاتي، ويعني يعني حاجة لنفسي، يعني حاجة بتخليني أستمتع وأتبسط، ويعني بالنسبة لي هي كده. يعني ده بالنسبة لي ده الشق اللي هو اللي بيلعب عشان يحقق ذاته وبيلعب عشان خاطر بلده والقصة دي كلها. بالظبط. مين اللي بيكسب؟ الجنب اللي بيلعب عشان خاطر الفلوس ولا الجنب اللي بيلعب عشان بيلعب لعبة بمزاجه قوي؟ مين اللي يكسب فيهم؟
هو عامه انا بشوف ان يعني حتى لو حد بيلعب عشان الفلوس، بس يعني في لعيبه كتير جدا يعني جامدين جدا 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 وبيحبوا اللعبه وبيستمتعوا بيها، ومفيش ده يعني قصدي عادي ان هما برضو يكونوا في المقابل بياخدوا يعني مكسب مادي او حاجه، ده مش عيب خالص. هي الفكره بس دايما بحس ان الواحد لازم يستمتع بالحاجه هو بيعملها عشان يطلع احسن حاجه عنده ايا كان بقى هو هدفه ايه في الاخر، بس لازم يستمتع. ده شيء مهم جدا، تستمتع بالحياه بصفه عامه زي ما انت دلوقتي. انا باخد بريك فمستمتعه جدا بالحياه في البريك. انت بتعملي قولي لي علاقتك ايه بالنادي الاهلي دلوقتي؟ هي تعتبر زي ما هي طبعا، يعني ده فعلا فعلا بيتي، والصاله دي يعني بحبها جدا جدا جدا، كل مره بخشها ببقى حاسه ان انا رجعت البيت بتاعي فعلا. هي الحاجه الوحيده بس ان انا عشان بلعب دلوقتي مع نادي الماني في الدوري الالماني، انا تمريني قل هناك شويه، وطبعا برضو مش بلعب معاهم الدوري السنه دي، فدي الحاجه الوحيده اللي اتغيرت من سنين كتير جدا طويله كنت بلعب معاهم. فده التغيير يعني اللي حاصل دلوقتي، ده التغيير اللي حاصل. دينا مش داخل البطولات العربيه والافريقيه بتلعب مع النادي الاهلي ولا برضو لسه برضو الموضوع واقف عشان الدوري الالماني؟ الانديه الافريقيه اللي فاتت انا لعبتها معاهم، اللي هي كانت شهر 7 لان الموسم في المانيا ابتدى شهر 9، فانا لحد شهر 7 اللي فات كنت بلعب معاهم الانديه الافريقيه. الانديه العربيه مش متاكده بس غالبا برضو كان ميعادها في نفس سوري هي اتلعبت اصلا الانديه العربيه اتلعبت وانا ما شاركتش، يعني هو اوريدي النادي ما شاركش في الانديه العربيه السنه دي، احنا شاركنا في الانديه الافريقيه بس. بالظبط، اللي كانت في نيجيريا اعتقد الانديه الافريقيه كانت في نيجيريا واخدناها الحمد لله. وخدتوها الحمد لله. تمام، دينا مشت في حققت كل الالقاب اللي عايز تحققها في حياتها ولا لسه عندها القاب تحققها في حياتها في الوقت اللي جاي؟ لا، في طبعا حاجات كتير يعني نفسي احققها ان شاء الله. في اولا السيريز بتاعت الاتحاد الدولي اللي هي عاملين بلاتينم وورلد تور ومقسمينها كده بالنقط، يعني البلاتينم اعلى حاجه بعد بطوله العالم على طول، دي اعلى حاجه. فنفسي ان شاء الله ان انا احقق مثلا ميداليه او يعني اقدر ان انا اخد بطوله من البطولات اللي هي تبع الاتحاد الدولي، سواء بلاتينم او وورلد تور او تشالنج بلس او تشالنج. انا كنت قبل كده الحمد لله في 2017 اخذت نيجيريا المفتوحه، فنفسي ان شاء الله ان انا احاول اخد مثلا ايفنت اعلى من التشالنج او التشالنج بلس. وبرده في كاس العالم نفسي ان شاء الله ان انا احاول احقق يعني ميداليه او حتى مثلا اوصل كوارتر فاينل، اوصل لحاجه ما كنتش حققتها قبل كده. والاولمبياد؟ الاولمبياد برده طبعا نفس الكلام، نفسي ان شاء الله ان انا احقق حاجه يعني ما اتعملتش قبل كده، اوصل لدور قريب جدا يعني متقدم. هواياتك ايه بره الرياضه بقى؟ خليكي بقى من الرياضه شويه، خلينا نخرج. لو دينا مش ما طلعتش لعيبه تنس طاوله كانت راحت ايه؟ انا وانا صغيره كنت بحب قوي اتعلم العزف البيانو او الحقيقه دائما ابدا. رساله من كابتن دينا مشرف لنجماتنا في التنس طاوله الناشئات، في التنس طاوله والناشئين، تقول لهم ايه عشان يوصلوا يبقى حاجه من دينا مشرف؟ اقول لهم ان هم يعني يكملوا في الحاجه اللي هم بيحبوها، يعني اهم يكونوا حابين بس يحسوا ان هم فعلا مستمتعين بالحاجه اللي هم بيعملوها ويكونوا بيحبوها، وان هم يفضلوا مكملين ويتعبوا فيها. ما ينفعش اي حاجه او اي نتيجه هتيجي بسهوله، يعني لازم الواحد فعلا يفضل وراها ويتعب ويبذل فعلا مجهود علشان يوصل. اولياء الامور تقول لهم ايه؟ اقول لهم برضو ان هم يعني اولادهم. كل الناس هنا في قناه الاهلي مبسوطين بوجودك معانا النهارده. ميرسي، انا كمان والله بجد مبسوطه جدا انا كنت مع حضرتك. دينا ان شاء الله باذن الله كده منتظرين. بصي احنا بنقول باذن الله معاكي، لكن الناس مأمناني امانه ليك، منتظرين منك ان شاء الله مركز في الاولمبياد اللي جايه باذن الله. ان شاء الله هحاول يا رب ان شاء الله. باذن الله. بكده حلقتنا خلصت، لكن نجمتنا لسه عندها كتير ان شاء الله باذن الله، وكلنا منتظرين منها باذن الله في اللي جاي حاجات افضل باذن الله. وطوكيو 2020 نتمنى ان ربنا يوفقها وتكسر حاجز ال 30 وتخش في ال 20 وتخش في ال 10، وان شاء الله ربنا يكرمها في ميداليه. في اخر حلقتنا بشكركم والى اللقاء.